أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسر ولا وركه بين مي على سيدة ميديا وهابين ما ترى لسه قال يسوع ده حساسية إنه صار صار فضلاً نلاتشوك حق حساسية قلها ميدو قام شرحين تمعارك أو كبد بادي شرق الله دقي رئيس الوزراء الجارسين محمد حسين روبلي أو دقنين إياه جباد اسكو قدري قدق الدور شوين كقرنكا مدهوينا وقتي كدا عين محمد عبد الله فرماجة أو فرت اللوغي ييري دل كاسي قدر اسلام مركاسنا ملايين دولار سو قادنا يا سي او مركا لوغو سو لابت دل كحكمكا أنكو الرأي كلن ما أنت مركلة أي كوية شين مقدشة حبناها قولها ميروغا مشارحين تمعاردك أي أغو هادلين حالة دور الشدد إياه وحا إسكاد بدلاي موقف كودا وحي شيغين دين عيادة كل مي إني سنراليك أهين إن دور الشدد قولها شعبك سيد الله وجهيو كراس تاسيس لمركاسين أي مرنوا أقبالي دونين ما أنت مر أي وحا صوب بحي إن حلبان سادام عليو أو حسبغا معاردك ودجير كالصعودي وكو صوب بحي كرسيغا دور الشديسو كرد عدي مقالة بايدبو تاس أو داد بدن أيو أركين إنتاني لغو كالدي ليو مشرحين تمعاردك هسا أهاتي أفاينك قولها ميدوغا مشرحين تمعاردك داير محمود قيلي أو صحافد قلبت الله حدلي أيا شيغي إن ولي أي دي دنيهين نظام كدور الشدى سيدا أي وح أصعودان جواب حسبي ودجر ايه انت سادات علي او اركان ايه لسوغ ايه يدو انت بدن لو هنبال يدير جريح اللي بانده كصوبحة ايه كرسي لكو قوليستا كولان كمان تو حبناها ميدو كمشارحين تم معارد كو ياشين مركلة مقالة مقدشو قارعان او تلك الجزيرة وحا كسوغنا قدوميا قولها ميدو كمشارحين تم معارد كا شيخ شريف شيخ احمد حسن شيخ محمود هقاميها ودجر عبد الرحمن عبد الشكور ورسام الشريف حسن شيخ آدن عبد الكريم حسين قوليد إيا حبنا كالي أو كاترسان سيكا سباها آهاتي رئيس الوزاري هوري دالك حسن علي خيري أيا دالك كم مقان إسلام مركان اللي مؤغا غورتا أوصو لابن دونو سيكا سباها آهاتي شرقو العروس أي خبت بادين دينا عكال رئيس الوزاري محمد حسين روبلي أو عنان إيا الدقنين يسوقو دراي قدقة دورشوين كفدرالك صوماليا إيا كوة دولة قبالية ديلا إسلام مركاسين الشيغي عدي مسوق ماسوق سميسا إن أي هوري أقادن أيان ورقة دودة عسلا داهي رئيس الوزراء الرابل أياسي أدق أولا حدلي قديلة دورة شادة كدي بكولان فغان أرقاهي أولا قاتي كوة هير فدرال إيا هير مامول قبلت رابل أيا إساقو حانا أقسن قديلة فري إن أيسي هفن أو عدالة داهي أما مولان دورة شادة إيا حالين تمران ندكت نشي سيوافقسن هبراعية دلقوه شيي أو عدين إيا عد والبا كالين تيلة دورة شادة رئيس الوزراء الرابل أيا دنك كلا شاقي إن مدحدة دولة قبلت دا أيسان دور كل هين حلستا إرقوين كا إساقو ديقنين كما دنبايس أهي سيي قدية دورة شادة وحانا أو تلمامي إن شقادة أو كعيرين دونو مدحوين ياشا دولة قبلت دا واح دور آيكم اللهان حلستا إرقوين كا قدية دا وحان إرين سينا يا ديقنين تي أغد دنبايس أي قفكي هادا كدي بقفكا دبا هادلا ورقدي سهريها وسيقاتو ديكريتو حفيز كالرئيس الوزارة أيا لغو مغا عابي حكومة ديدا مسوق ماسوق ومدو القادة نيسو أيو يري هادالك الرابلي أياكو سؤال يحل مشرحين بدن لو ديدي إني سي هفن أغد ترتمان دورة شادة قولها شعبك إياغو مري نمان هبراعي ذي كالدوانا رئيس الوزارة الرابلي أيا أموقضي إني قارين عبشوين بدن أو أغو إمانا يا دورة شادة إسلام مركاسين بوكا كو سعودة أو نقضي مد ميل كستا قاري سي كستاوها آتي ديقنين تو شيغي أفكميا مسوا أو كنبين دوانا دينا عكلا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ايا سفر ديبديد او ان هوري لوسي شاعين مانتا اوغو بحي مقالة دوحا اي دالكاسي قدر فرماجو ايا وحا سفر كوهليي مرودي سكوباد سينب عبد المعالين وزيرو كترسن حكومة فدرالك صوماليا او اي كمي ديهين وزير كارمها ديبدا ايو اسكاشيغ عالميغا مدانا عبد السعيم موسى علي وزير كدلن يارلا ايو عيارها حمسة سعيد حمسة ايو قدون كحرير ككوباد عكتا صوماليا دا عبد خاني سعيد عرب سيدا اي شيغين مدح تويدا سفر كاني وحا او قادن دونا لابا مالموت قرار كسو بحي مدح تويدا ايا لغو يري مدح وينها او مرتقات رسمي اكا هلي امير كدولة دا قدر شيخ تميم بن حمد التاني ايا كالحد لدونا حوجين تحرير كاللابا دل ايا سيدي دولة دا صوماليا ايا قدر اساقا كاشن لهايين لنا عيادا دا قالا هرمارين تا عيارها ايا اسكاشيغا مالغاشيغا سفر كفرماجو اي قدر ايا ايمان ايا حل الدلك اي كتاغن تاي حيسد سياسة ديد او عروس او كدلتاي بوك دورة شدا كراستا قولا شعبك او لغو ايدي اي انو قيبك ايهاي دولة دا قدر واد دلك او وين اي تاغير تفرماجو منا عدا هدي بوك شدا اي سيدو كلا قيبك تاهاي الرم سياسة ديد مركا لغا ريبو وجيتك اي شاعي ساي فيلا صوماليا سيكا سبها اهاتي وركي ودن بيا يا شيغيا ان فرماجا او سفر كي ودن بيا كو ادا يدل كاسي قدر لعاقهين او هوري او سو قادن ايا سي او مركا لحكم كدلك او سو لابتو هسا اهاتي ملايين دولار ايو امنكا كدونتاي دلك قدر او ويليجيد بتاقي ليسي كورسي جعالكا فيلا صوماليا
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wiilo adeer u yahay ayaa ka dambeeyay qaraxii maalinta weyda carruurtii iskuulka lagu xasuuqay ururka Al-Shabaab oo shaacisay magaca iyo qabiilka ninkii fuliyay qaraxii wadada Cabdi Qaasin. Madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii qaraxaasi dukum daakum ciyaalka iskuulka looga dhigay marnaba muusan ka tacsiyeynin. Kooxda Al-Shabaab ayaa shan maalin kadib shaacisay magaca iyo qabiilka ismiidaamiyihii fuliyay weerarkii Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay wadada Cabdi Qaasin ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare kala duwan oo aad u fara badan. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa sii daysay waraysi gaar ahi oo laga qaaday ninkaasi ka hor inta uusan fulin weerarka ismiidaaminta ahi, wuxuuna marka hore magaciisa ku sheegay Cali Nuur Moomin oo ku magaca dheer Muxsin iyo Abu Sudaysa sida uu ku sheegay waraysigii laga qaaday. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ka dhashay beelweynta Mareexan, gaar ahaan Jufada Urmidig, isla markaasina uu ku dhashay magaalada Beled Xaawo sanadkii 1986. Waxaa kale oo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab uu ku biiray sanadii 2005, isla markaasina intiisa badan ka soo howlgalay gobolka Gedo oo uu dagaalo ka dhacay ka qayb galay isaga oo ka tirsan jabhadaasi, kadibna wuxuu u wareegay qaybta ismiidaaminta. Gabagabada waraysiga ayuu kula dardaarmay ururka Al-Shabaab argagixisada, isaga oo ku booriyay inay si laba jibaaraan dagaalkooda iyo howlgallada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa horey u sheegatay mas-uuliyadda weerarkii Cabdi Qaasim ay shaacisay inay ku beegsadeen saraakiil caddaan ahi iyo tababarayaal militari, sida ay hadalka u dhigeen. Si kastaba, waxaa qaraxaasi ku dhintay ku dhawaad ilaa 10 qof, halka ay ku dhaawacmeen 17 kale oo dhammaan ahaa shacab, sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Ninkani Mareexaanka sheeganaya haddii uu jihaadaya maxaa uu gobolka Gedo ama Beled Xaawo isugu qarxin waayey? Waa ka ilmihii Hawiye ama shacabka magaalada Muqdisho u soo doontay in uu nafsadiisa ku cadaabo? Si kastaba ha ahaatee, maadaama Filla Soomaaliya ay ka tacsiyeen waaysay, waxaa hubaal lahay Filla Soomaaliya Farmaaji Fahad Yaasin inayba hawu ogaayeen. Adduunku halkii uu shalay taagnaa ma taagnaa, horumar baa laynaga doonayaa. Shaqadayna sugaysa in uu horumar ku yimaado sanadba sanadka ka dambeysa iyo bilba bisha ka dambeysa aynu horumar samaynaa laynaga doonaya. Marka inaynu iswada saxno, iswada garab istaagno, iswada toosino, waata aynu runtii doonayno inaynu example ugu noqono qaranka. Inteenani waxaynu nahay dadkii madaxweynaha qaranka u ahaa the support teamkiisii, baynu nahay madaxtooyada maamulkeedii inaga gacanta ku hayna. Waa inaynu wax walba example ku noqono, hadday tahay daacadnimo, hawlkarnimo, shaqo wanaag, wada shaqayn. Wada shaqayntu waxyaabaha ugu muhiimsan. Fadlan, haddii aad ku xirantahay warbaahinta calansida media, ra'yigaaga iyo codkaaga xor ayaad u tahay. Soo dhiibo, meel dheer ayaan gaarsiin doonaa hubaal bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa dhagaysan doona. Haddaba ka soo dhiibo kiiskii Igraanta Haliil oo la shaaciyay, isla markaasina laga dhigay in nisa aysan wax dambi ah ku lahayn. Taa macnaheeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa waa dambi la'aan oo gabadhaasi Igraan ma dilin. Cadaaladdii halkay martay, sida ayaa cadaalad laga dhigayaa. Hooyadii oo hadashay ayaa tiri, cadaalad ilaahan ka sugayna, xub iyo cadaalad darro ayaa ka jirto Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu Farmaajo la heshiiyey miyaa la sixray? Waa ka xarigii goostay. Madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo raggii dilay Igraanta Haliil gebi ahaanba ka dhigaya xildhibaano, boobka uu ku hayo xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya, midowga musharaxiinta mucaaradka oo awood beelay. Fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calansida media halka aad joogtid iyo magacaaga. Fadlan nala joog. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.